بدأت أيام قرطاج السينمائية في العاصمة التونسية بعدد محدود من الضيوف بقرار وزارة الصحة بأن لا يتجاوز العدد ثلث طاقة الاستيعاب لمسرح دار الأوبرا بسبب ظروف الوباء. رغم القيود ظلت السجادة الحمراء ممدودة للنجوم، مهرجان من دون فساتين ومصممين وفلاشات وصور، ليس مهرجان بالأصل. يعرض في هذه الدورة الجديدة أكثر من 120 فيلما في 16 قاعة. البوسترات كبيرة كانت منتشرة في الأروقة، لكن اللجنة هذه المهرجان أو منظمي هذه الدورة قاموا بتقديم جوائز فقط لدعم الأفلام الجديدة التي هي في طور التصوير والإعداد. كرم المهرجان عددا من النجوم أبرزهم الفنانة التونسية نعمة التي غادرت دنيانا في هذه السنة وقدمت خلال مسيرتها قرابة 360 أغنية. غنت ليلى حجيج بعض أغاني الفنانة الراحلة. كرم المهرجان الفنان المصري عبد العزيز مخيون لمسيرته الفنية المتميزة. أنا سعيد سعادة كبيرة جدا بهذه الدورة، وهو تحدي ويجب أن تستمر الحياة، ولكن علينا أن احنا يعني نحتاط ويكون في حذر ويكون في سلوكيات تختلف عن السلوكيات اللي كنا بنسلكها في الحياة العادية، لكن يجب أن تستمر الحياة ويجب أن يستمر العطاء ويجب أن يستمر الإبداع. أبرز ما تصدر الحفل هو اسم الممثل التونسي أحمد الطايع، وهو بسبب ارتدائه بعض الملابس. هذه هي، إذا رأيتم هذه الملابس، اعتبرها البعض نسائية لأنها حسب تعبيرهم قطيفة، بنطلون مشجر وبرقع تقليدي مذهب نسائي طبعا، وكان يحمل بيده حقيبة نسائية صغيرة. وعندما سئل عن اللوك الجديد أجاب الفنان التونسي أحمد الطايع. غرد التونسيون فوفو تقول ما فهمتش أنثى ولا ذكر، ووو على الحطة، ووو تقتل تقتل، كيم الصغير اللي يبول على حوايجه ياخذوا له حوايج ولد آخر ثم تضحك. زياد يقول لك زياد بن مبروك خايف لا ندعي لربي يهديه يمشي يتحجب. أما بالنسبة للممثل التونسي فرد على هذه الانتقادات بالقول: لست متطفلا على الميدان، أنا ممثل وراقص مسرحي وإنسان مختلف منذ الصغر، ولي طريقتي الخاصة في اختيار ملابسي. اخترت أن أظهر بإطلالة الستينيات وأن أخرج عن النمطية والروتينية. لم يكن أحمد فقط هو أغرب الزي أو أغرب الأزياء على هذه السجادة الحمراء، فمشى هؤلاء مجموعة من الفنانين والفنانات، ها هم ستفتح الشاشة بإذن الله. طبعا كانوا متنكرين، من المتنكرين والمتنكرات الغاضبين والغاضبات من سياسات وزارة الثقافة، يقولون إن الحكومة ناستهم، هم مستاؤون مما يصفونه بوزارة الفرهيد لتجاهل حقوقهم الأساسية. التوانسة غردوا أيضا، وهذه تغريدة إيمان تقول: يا أخي حد فيكم يجاوبني، شكون هذا أصلا؟ وجوه مش معروف، شنو إنجازاتهم باش يستدعوهم في أيام قرطاج السينمائية؟ والله لم يبقى إلا طلوع الشمس من مغربها، يا رب يسلم حسن العاقبة وحسن المنقلب. هنيبعل يقول في تغريدته أيضا: الشعب يموت فقرا وقهرا، وهم عاملين أيام قرطاج السينمائية في البلاد، البنية التحتية بها هشة، وما بقي شيء في الدنيا إلا التشبه بالنساء حتى يعرض في المهرجان، وماذا بعد؟ ألا يوجد رجل رشيد لمنع هذه المساخر؟ آخر تغريدة أتوقف عندها من ليلى. منين هالهم هذا؟ ناقصين إحنا بعد الكورونا؟ إيش زال باش يهبط علينا ربي من هالوجوه الحرفة الأشكال هذه؟ إذا ما ردعوهم يصبح العالم بلا كرامة ولا عزة نفس ولا رجولة ولا أخلاق ولا قيم. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.